دلوقتي جه معنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الموجه الحاره لسه مستمره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء حاره على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في نشاط رياح على اغلب الانحاء بتكون مثيره للرمال والاتربه على بعض المناطق. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان الموجه الحاره ما زالت مستمره، ومش موجه حاره فقط لكن كمان معاها او مصاحب معاها رياح مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه واللي ليها ظهير صحراوي. بالفعل طبعا احنا زي ما نوهنا في نشراتنا وفي تحذيراتنا استمرار الموجه شديده الحراره اللي بتشهدها اغلب مناطق الجمهوريه، بيكون معانا الطقس شديد الحراره خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه فيما عدا السواحل الشماليه، بتكون درجات حرارتها اقل نسبيا، وبالتالي بتكون العظمى على السواحل الشماليه في حدود ال 34 درجه مئويه، لكن خلال ساعات الليل بتبدا تنخفض درجات الحراره بشكل نسبي، لكن بالليل لا نزال نتاثر بارتفاع درجات الحراره، وبالتالي خلال ساعات الليل بترتفع درجه الحراره الصغرى لحدود ال 24 الى 26 درجه بالنسبه للقاهره والوجه البحري وكمان شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بتكون عليها ايضا الاجواء خلال ساعات الليل مائله للحراره. الموجة شديدة الحرارة دي زي ما الخرائط اللي عندنا بتشير انها مستمرة على الاقل حتى نهاية الاسبوع الحالي، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمعدل طفيف، يعني لو قلنا ان اليوم القاهرة متوقع انها تسجل 37 درجة، على نهاية الاسبوع بنتوقع تصل على القاهرة الى 40 درجة مئوية. بالتأكيد محافظات الصعيد بيكون ليها نصيب الاكبر من الارتفاعات دي، والطبيعي اننا كلما اتجهنا جنوبا من القاهره في اتجاه محافظات الصعيد بترتفع درجات الحراره بشكل تدريجي، وكل ما اتجهنا شمالا الى البحر المتوسط بتبدا تنخفض درجات الحراره بشكل تدريجي، وبالتالي جنوب الصعيد في هذه الموجه هتكون عليه درجات الحراره تحدود ال 45 درجه مئويه. اجواء شديده الحراره بالفعل مكمله معانا على كافه مناطق. طب اللي انا عايز اسال حضرتك عليه هو فعلا هل نسبه الرطوبه بقت مرتفعه؟ لان احنا بقينا بنشعر بدرجات الحراره بشكل اقوى جدا، يعني بقينا نحس بحراره الجو بشكل اكبر. هي نسبه الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير، لكنها بالفعل ارتفعت قليلا او بنسب طفيفه جدا عن الموجه اللي فاتت. صحيح، لكن لا زالت نسب الرطوبه منخفضه بشكل كبير جدا، لا تقارن ابدا بنسب طبعا بشهر اغسطس اكيد. بالفعل اكيد لكن ارتفاعات درجات الحراره لما بنتكلم ان العظمى على القاهره تكون 37 درجه وعلى نهايه الاسبوع هتوصل ل 40 درجه، ارتفاعات كبيره. كمان اللي بيخلينا نحس بالموجه بشكل اكبر طول المده، موجات الربيع بتكون اقصر من كده بشكل كبير، وبالتالي الاستمراريه في ارتفاع درجات الحراره و37 درجه على القاهره دي مش درجه قليله خالص، وهتوصل 40 على نهايه الاسبوع. طبعا الموجه دي مصاحب ليها بعض نشاط الرياح على العديد من مناطق الجمهوريه، لكنه ملحوظ بشكل اكبر على المناطق الجنوبيه، بنتكلم عن جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، نشاط الرياح هناك بيتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعه، وبالتالي بيؤدي لإثارة البعض الرمال والأتربة على مناطق سواء من جنوب سيناء أو مناطق من شمال الصعيد. كمان بيستمر معنا اليوم اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح ده اللي بيصل على البحر الأحمر لأكثر من 60 كيلومتر على الساعة، وبالتالي ارتفاعات الأمواج على البحر الأحمر بتصل لحدود 3 متر، وده طبعا لازلنا بنحذر المصطفين على شواطئ البحر الأحمر من ارتفاع الأمواج هناك. كمان بنطلق تحذيرنا للمواطنين في هذه الموجه شديده الحراره الطويله نسبيا او طويله بشكل كبير من حيث عدد الايام، بتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس لمده فترات طويله. ايضا بننصح المواطنين اللي بتضطر للخروج في هذه الاجواء شديده الحراره خاصه خلال فترات الذروه اللي هي فتره الظهيره بارتداء غطاء للراس يقيه من اشعه الشمس، عدم ترك اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات. كل دي نصايح دايما بنحب ناكد عليها ونذكر بيها المواطنين في مثل هذه الموجات شديده الحراره. طيب هل مع هذه الموجه واللي موجود بعض الرياح المثيره للرمال والاتربه حاله البحار وخصوصا البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط؟
يعني لو اتكلمنا عن البحر المتوسط معتدل تماما تماما، ارتفاعات الامواج لا تتجاوز 1.5 متر. لو اتكلمنا كمان عن درجه الحراره في السواحل الشماليه هي تعتبر الاقل مقارنه بباقي مناطق الجمهوريه، تتراوح ما بين 31 ل 33 درجه، وبالتالي شواطئ البحر المتوسط تعتبر هي الملاذ او الملجا بالنسبه للمواطنين في ظل هذه الموجه شديده الحراره. لكن شواطئ البحر الأحمر لا زالت اليوم ارتفاعات الأمواج عالية بشكل كبير بتصل لثلاثة متر، درجات حرارة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء بتصل إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار. يمكن الاضطراب في البحر الأحمر يكمل معنا بكرة لكن بصورة أقل. ده ملخصا حالة الملاحة البحرية ودرجات الحرارة على المناطق الساحلية الموجودة عندنا. طب ما فيش أمطار، ممكن حتى لو أمطار خفيفة إلى متوسطة يعني تخفف من حرارة الجو وتخفف كمان من الرياح المثيرة للمال والأتربة؟ للأسف إحنا دلوقتي بنتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع ده بيعمل على أجواء مشمسة طوال ساعات النهار، ما فيش أي فرص لوجود السحب. من وجود السحب خفيفة جدا بتكون خلال فترات الصباح غير محسوسة أبدا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، سرعان ما تتلاشى، وبالتالي أجواء مشمسة طوال ساعات النهار. يمكن المرتفع الموجود في طبقات الجو العليا ده من أهم العوامل اللي بتؤدي إلى هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بالإضافة لمصادر الكتل الهوائية اللي بتكون جاية من الأساس من مناطق ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها كالعادة من القاهرة العظمى 37 الصغرى 24، العاصمة الإدارية 38 23، الإسكندرية 33 22، العلمين الجديدة 32 22، مطروح 29-21، دمياط 29-22، بورسعيد 29-22، إسماعيلية 37-21، السويس 37-21، العريش 30-20، كاترين 33-14، طابا 36-23، حلايب 35-27، شلاتين 40-28، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-29، الفيوم 40-25، بني سويف 40-25، الوادي الجديد 44-28، أسيوط 41-26، سوهاج 42-27، قنا 45-28، الأقصر 45-29، وأخيرا أسوان 45-30. مستمرين في الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، نخلي بالنا لأن كمان مصاحب معاها بعض الرياح المثيرة للمال والأتربة، فيجب على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدى توخي الحذر وعدم كمان التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة لكبار السن والأطفال، يعني يجب أن هم يرتدوا غطاء للرأس حتى لو مضطرين أن هم ينزلوا في ساعات الذروة ووقت النهار.